بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نحاول نشوفوا خصائص ديال النسب المثلثيه لزاويتين متتامتين. يعني عندنا بعض الخاصيات في الزاويتين، اذا كان عندنا زاويتين متتامتين هنا عندنا واحد النشاط ا بي سي مثلث قائم الزاويه. اذا هذه الخصائص غادي نشوفوها من خلال هذا النشاط. اذا عندنا ا بي سي مثلث قائم الزاويه في الراس، في الراس ا، اذا ا بي سي قائم زاوية في الرأس هنا، أحسب قياس الزاوية أ بي سي، إذا مجموع ديال هاد الزاوية سعيد المجموع ديال هاد الزاوية. إذا إلا خدينا المجموع ديالهم شحال غيساوي عندنا هاد الزاوية مع هاد الزاوية؟ كيساوي 90 درجة. علاش؟ لأن هذا مثلث قائم، مثلث قائم الزاوية. كنعرف أن مجموع قياس الزاوية المثلث كيساوي 180 درجة، بما أن هاد الزاوية فيها 90، إذا شحال قاعدنا هنا؟ 90. إذا هاد الزاوية أ بي سي مع الزاوية أ سي بي فهما زاويتان متتامتان، يعني كيكون المجموع ديالهم كيساوي 90 درجة. هنايا لدينا الزاوية أ سي بي زائد الزاوية أ بي سي كتساوي 180 ناقص الزاوية القائمة اللي كتساوي 90، كتساوي 90 درجة، هي أن الزاويتان متتامتان. السؤال الثاني، هنا غادي نشوفو النسب المثلثية للزاوية أ بي سي. إذا النسب المثلثية مثلث أ بي سي يعني شيب تمام ثم جيب الزاوية ثم ديل. لدينا إلا خدينا جيب تمام اللي هو كوسينيس ديال الزاوية أ بي سي. إذا إلا خدينا الزاوية أ بي سي شنو كتساوي؟ كتساوي طول ديل المحادي اللي هو أ بي على الوتر اللي هو بي سي. ثم إلا خدينا جيب تمام اللي هو السينيس ديال الزاوية أ بي سي كتساوي طول ديل المقابل اللي هو أ سي على طول الوتر اللي هو بي سي. ثم الى خدينا ديل ديال الزاويه ا بي سي يعني الطونجون ديال الزاويه ا بي سي فهو طول ديل المقابل اللي هو ا سي على طول ديل المحادي اللي هو ا بي. نفس الشيء الى خدينا السؤال 3، هي النسب المثلثيه، النسب المثلثيه للزاويه ا سي بي. اذا غادي نشوفوا شيب تمام اللي هو كوسينيس الزاويه ا بي سي شنو كيساوي؟ إلا خدينا الزاوية يعني عفوا أ سي بي، أ سي بي إذا شنو كتساوي؟ كتساوي طول ديال المحادي اللي هو أ سي على طول الوتر اللي هو بي سي. ثم إلا خدينا جيب الزاوية أو لا السينيس اللي كنرمزو ليه بالسينيس الزاوية أ سي بي كيساوي طول ديال المقابل اللي هو أ بي على بي سي. ثم عندنا تونجونت ديال الزاوية أ سي بي كيساوي ديال المقابل اللي هو أ بي على أسي. ثم السؤال الرابع، ماذا تلاحظ؟ إذا أشنو كتلاحظ في هذه الحالة؟ إلا خدينا النسب المثلثية ديال الزاوية أ بي سي وقارناها مع النسب المثلثية ديال الزاوية أسي، كنلاحظ بأن الكوسينيس ديال الزاوية أ بي سي كيساوي أ بي على أسي. فاش كنجيو النسب المثلثية ديال الزاوية أ سي بي كنلاحظ بأن السينيس ديال الزاوية أ سي بي كيساوي أ بي على بي سي. إذا السؤال الأول، نلاحظ أن إلا خدينا الكوسينيس ديال الزاوية أ بي سي شنو كيساوي عندنا؟ أ بي على أ سي كيساوي عندنا السينيس ديال الزاوية أ سي بي. ثم إلا خدينا السينيس ديال الزاوية أ بي سي شنو كيساوي؟ أ سي على بي سي كيساوي عندنا الكوسينيس ديال الزاوية أ سي بي. أما إلا خدينا الطونجونت ديال الزاوية أ بي سي كيساوي أ سي على أ بي. أما بالنسبة للطونجونت ديال الزاوية أ سي بي فكيساوي أ بي على أ سي. أ سي على أ بي هنا عندنا أ بي على أ سي. إذا شنو كتلاحظ؟ كنلاحظ بأن أسي على أ بي إلا درنا ليها المقلوب ديالها كتعطينا أ بي على أسي. يعني إلا خدينا الطونجون ديال الزاوية أ بي سي فهي كتساوي المقلوب ديال الطونجون ديال الزاوية أ سي بي. إذا مفهوم العلاقات اللي عندنا، ولكن الشرط اللي خصو يكون، خصو يكونوا هاد الزاويتان كيخصهم يكونوا متتامتان. يعني إلا كانت الزاوية فيها 40 درجة هاد الزاوية خصها تكون فيها 50 درجة، هنا 30 هنا 60 أو هنا 70 هنا 20 هنا 10 هنا 80 إلى غير ذلك. خاصية، إذا كان ألفا، إذا كان عندنا واحد جوج الزوايا ألفا وبيتا، قياس زاويتين حادتين، قياس زاويتين حادتين متتامتين. فاش كنقولو متتامتين يعني المجموع ديالهم، يعني إلا جمعنا زاوية ألفا زائد زاوية بيتا خصو يساوي 90 درجة، إذا عندو زاويتان متتامتان. فإن إذا إلا خدينا السينيس ديال الزاوية ألفا غيساوي عندنا كوسينيس ديال الزاوية
بيتا. نفس الشيء الا خدينا الكوسينيس ديال الزاويه الفا غيساوي عندنا السينيس ديال الزاويه بيتا. اما الا خدينا الطونجونت ديال الزاويه الفا فهو كيساوي المقلوب ديال الطونجونت ديال الزاويه بيتا. اذا هذه هي الخاصيه اللي عندنا ما غادي نشوفو مثال. مثلا الا خدينا السينيس ديال الزاويه 40 درجه شنو غيساوي عندنا؟ اذا الزاويه اللي غتكون متتامه معها هي الزاويه 50. اذا غتساوي عندنا كوسينيس ديال الزاويه 50. نفس الشيء الا خدينا مثلا كوسينيس ديال الزاويه 30 فهي كتساوي السينيس ديال الزاويه شحال؟ 60. دائما فاش كنجمع المجموع ديال هاد الزاويتين خصو يكون زاويتين متتامتين. مثلا طونجون ديال الزاويه 70 شنو غيساوي؟ كسب المقلوب ديال طونجون ديال الزاويه مثلا 20، لان 70 زائد 20 فهي كتساوي 90. نحاول نديرو التصحيح على التمرين التطبيقي. هنا بسيط ما يلي: عندنا أ كتساوي كوسينس 25 زائد كوسينس 70 ناقص سينس 65 زائد سينس 20. ثم عندنا سينس 80 زائد 7 سينس أس 52 ناقص كوسينس 10 زائد 7 سينس أس 42. هنا إلا خدينا اللولة عندنا أ، عندنا كوسينس 25 درجة زائد كوسينس ديال الزاوية 70 درجة ناقص سينس ديال الزاوية 65 درجة زائد سينس ديال الزاوية 20 درجة. إذا كنحاول نبحث على الكوسينيس أو السينيس ديال الزاوية إلا جمعتها مع 25 غتعطينا 90. كنلاحظ بأن 25 زائد 65 فهي كتساوي 90. إذا إلا خدينا كوسينيس 25 درجة إلا غيرنا الترتيب غتعطينا ناقص سينيس 65 درجة زائد نفس الشيء كوسينيس ديال 70 درجة زائد سينيس ديال الزاوية 20 درجة. هنا إلا خدينا كوسينيس ديال الزاوية 25 أشنو كتساوي عندنا؟ كتساوي عندنا السينيس ديال الزاوية 65، لأن 25 زائد 65 كتساوي زاويتان متتامتان. احتفظوا بهادي ناقص زاوية 65 باش نبسطو. زائد مثلا كوسينيس ديال الزاوية 70 زائد سينيس ديال الزاوية 20 شنو كتساوي عندنا؟ كتساوي عندنا كوسينيس ديال الزاوية 70، لأن الزاوية 20 زائد الزاوية 70 كتساوي زاويتان متتامتان. وهادي شنو كتساوي؟ سينيس الزاوية 65 ناقص سينيس الزاوية 65 كيساوي صفر، زاويتان متقابلين يعني مجموع ديال واحد جوج الأعداد قابلين كيساوي صفر. زائد هنا كوسينيس زاوية 70 زائد كوسينيس زاوية 70 اللي هي جوج كوسينيس الزاوية 70 درجة. وهادي شنو كتساوي؟ كتساوي جوج كوسينيس ديال الزاوية 70. إذا مطلوبنا التبسيط، احنا بسطنا. ثم غادي نشوفو العملية الموالية اللي هي بي. ناخدو السينيس ديال الزاوية 80 درجة زائد 7 سينيس ديال الزاوية 52 درجة ناقص كوسينيس ديال الزاوية 10 زائد 7 ديال السينيس أس 42. مثلا خدينا السينيس أس 2 سينيس 80 فاش شنو غتساوي عندنا؟ غتساوي عندنا كوسينيس ديال الزاوية 10 زائد مثلا 7 ديال السينيس أس 52 هي الكوسينيس ديال الزاوية 40 درجة. هنا غادي نحتفظو بها كما هو. إذا كوسينيس ديال الزاوية 10 بمعنى أن الزاوية 10 زائد 7 سينيس أس 2 ديال الزاوية 40، لأن زاويتان متتامتان. هنا إلا غيرنا الترتيب ديال الحدود غنجيب وحدها ناقص كوسينيس الزاوية 10 زائد 7 كوسينيس أس 42 زائد 7 سينيس أس 42. هادي مجموع ديال هادو فهو كيساوي صفر ناقص زائد. هنا يمكننا نعملو 7 شنو غتعطينا؟ 7 ملي كوسينيس أس 42 زائد سينيس أس 42. وهادو هنا سينيس بمعنى 40 زاوية حتى قلنا بأن سينس أس 2 ألفا زائد كوسينس أس 2 ألفا كيساوي 1. تالي 0 زائد 7 في 1 تساوي 0 زائد 7 كتساوي 7. وبعدها نكون نسينا التصحيح ديال التمرين. اللي عنده شي سؤال مش حاجة خليه في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.